صباح السلام عليكم. تأخرت حبيبي. صح؟ زحام، زحمي يعني. كم دقيقة يبالك الحين لين توصل؟ هذا هو ما يدري بإني أنا ياسة. وأنا يسأل هذا بيت خالد ولا أنا مغلط؟ قرب قرب راشد، قرب قرب. طلع على مطوع، ضيفنا مطوع بارك الله فيه، مطوع ما شاء الله، وجهه منور منور الوجه لك ما شاء الله. من اللي ما يا ابو راشد عيني عليك بارد، غادي الوجه لق عيني بعد. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ صايم خير؟ حياك الله. وين انت؟ وين شفت؟ الحين هو ياس مندمج ويا صلاح، ياس يفهم صلاح ما ادري ايش يقول. وانا عدي بقول لك من هايك السنين ما شفته، اليوم شفته. عقب ما كان صلاح يرمس البنيات الغاويات، الحين يرمس بن خصيف معصبط بكبره جاي انه اليوم بن خصيف. لك انت تدري ان من سنه 85 انا عديبه بن خصيف، واليوم شفته. والله يا ابوك ما احترك منه ما تطير به الذباب على يناحه. ابوك هذا، ابوك هذا 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 غير عن اللوادم، حتى راسه ما ابيض. لا اله الا الله. وربك يا ليت عبدي يا شيخ، اني عديبه من سنه 85، التحراني توني فارجنه، ما اختلف من اذنه كان ريت. الحين المعلومه هاي صدق انه يعني هالعيمان يبتديهم الشيب من عقب سن 80. سبحانك يا رب. سيعاد نتغدى ويا الحبيب راشد. الله يسلمك يا ابو محمد، الله يسلمك. انت بكبر غاوي يا ابوك. الحين ابو راشد ابوي انت قال ما تبى اللحم، ما قلت تبى لحم، وبيسويناك السمك اللي انت تباه. جنو بياك العاد هذا؟ لا بنرويك احب بشرح لك الشرح التفصيلي عاد. هذا ابوي مطفي ما صافي صنيفي، وهذا محمر، وهذاك ابوي فوقه تامور، وهذا عيش بعلاقه وصافي. شو الشيء اللي يعزل كل فوقه، ولا الشيء لاني ولا المحمر؟ كل ما عليه كلام يا ابو. والمحمر؟ لك المحمر. يا سلام. فادي ارد مني واخذ لي لقمه. لا خلوا لا. اجتماع مقلق بين سعادة صلاح أحمد عبد الله الخالدي ورجل الأعمال خليها وتسيب الدرويش. الله يطول عمرك. لكن ما أدري شو متلاحظ. أكرمك الله وغناك. تقول القوم تروغك. بس يا قيل شوي بقى. زين شعري أبركك من الساعة. الله يسلمك، الله يطول عمرك. يا ربي يا صلاح كلت الجو عني، كلت الجو. كل اللوادم أبوي بتحبطت منك. شرد عنا وين تبغى؟ صلاح تصير وياهم لندن؟ ولا سيشل بيستانس عليها؟ سيشل هناك مساج. يا ابو راشد معبل على عمرك يا ولد الحلال. تعبان ولا فيها شيء، وين لومت بيلوم عاد الحينه؟ دواركه ومنو من دواركه؟ دواركه دا يو دواركه وراشد جاي بيسلم عليك. السلام عليكم دواركه. هاو ار يو؟ فاين؟ وين التصوير تبين طويل؟ They thought you are very tall, but when they saw you, very short. ترى جدرك صغير ابو محمد. هي والله. محمد هاي طعمته. You can. Yes, you can. قلت أهل بأحسن. يا رجال الله، يا رجال هب بالعودة. ما بتروم السنة الجديدة. يقول لك أنت سر أرقد. يحاتيك. حننك تاري. أكرمك الله. ما لا يا ابو راشد في مال لا يعلك في داعه الله. ما يبه ركب على الرصيف ابو راشد، ما تعرف سالفته. خبرنا ما حد يعرف يا حبيبي. رقم واحد؟ شكرا ابو راشد. بابا راشد. شكرا ابو راشد. راشد. ابو راشد. ابوي راشد. يا رك الله. صلاح. انا بسير دبي. شيء تبع؟ لا اكيد اكيد تحبني؟ سوي بوسه. مساكم الله بالخير.
الحين كنت فردت انا من سيح شعيب دخلت حدود دبي، لكن يعني هو طهف يا غير تقول حدي حثيك بتراب، والله يا غير حدي حثيك بتراب، لا اله الا الله غبرت من وحده يطرش يعني على الله يحافظه ابو راشد وما قصر يعني يقصر عن هالشر يا رب العالمين. انبسطنا وياه وكسرنا اليود. انتو تدرون اني انا عدي ابو راشد بن خصيف من سنة 88، والله اني اتحرى 88. يوم ذكرته قال ابوي غلطان انت حسبك بالجلبي، قلت له كيف؟ قال ابوي ما ب 88 85. تفو عند الله سعة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليه، ما اختلف منه اما تطير به الذبابه على يناحه، عيني عليه باردي على الله يحفظه. ما اول شو السبب؟ بار بوالديه، اولا مصلي ومسمي ولا يدوخ ولا يسهر ونظيف وكريم واكل صحي واي ودي وخدوم، كل صفه زينه وعدله موجوده فيه، والله سبحانه وتعالى جاعل في وجهه القبول وين ما يصير اموره متيسره. شو السبب؟ مرضي الله ثم مرضي والديه. انرضوا عنك والديك، رضى عنك الرب والعرب، وتيسرت امورك وين ما تجبل، وين ما تصير امورك سمحه. ويالس ابوي بارك الله فيكم في على منبر اعلامي يخدم العالي والداني، الزين والشين، المشرج والمغرب. على هالاساس اولي الامر الله يحفظهم حاطين له ابوي منبر اعلامي كامل باسمه، منبر اعلامي كامل، ويازم ابوي يشق ويرقع يقص ويخيط. ما شاء الله عليك يا ابو رشود، يعني الله يحفظك يعطيك طولة العمر. ويميع اللواد ما حيطرشون لي انا مسجات نبا والله السناب ماله، انا يا ابوكم خيلت اقول حق الرياض اصور سنابك احطه في سنابي، ترى يقول لك من المفروض يوم يجيك حد من الاعلاميين المشهورين تصور سناب وتظهره عندك حق اللوادم، يعني تعرف سنابه. نسيت. وشد هنا صلاح وما شاء الله عليه ابو راشد ويعني الله يحفظه بعد خليفه بن سيف بن درويش يانا وهدربان، هو خطف الوقت ابوي من غير ما نحسبه. ما وعينا بعمارنا الا سكت 3:30 ينهى 4 الا ربع وتيسروا ابوي. والحين الحمد لله اللهم لك الحمد خطفت في الطريق العابر عند هذا المبنى ما يسمونه، تعرفونه كمكم انتم ما تخلون شيء ما تعرفون انا وين. والحين ان شاء الله هذا طريق سيد ساير جده وين؟ مول العربي، العربي مول اللي فيه عدار راشديه كنا. الريال هذا خلاص بخبركم عاده فيه منو هو. هو بيصير بجده العزاء انا ما دل الطوار. وإذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله بأدي واجب العزة في الطوار، بسير أبوي خلاف المزهر وبسير أبوي المزهر طال عماركم بيت عيسى بن عبد الجليل الفهيم أبو محمد، وبصلي المغرب وياهم بنشتل ضربة. وين بنشتل ضربة؟ بعد عفاكم الله عزة، عزة منو؟ عزة قوم الخزرجي إن الله راد. ما شاء الله تبارك الرحمن من البارح باليوم 3 عزيات، عزيات ريج ما شاء الله تبارك الله، الله يغفر لهم ويرحمهم إن شاء الله. عاد أنا حين أظني جريب الحين دخلت طريق الخوانيج جني، هي هاي لفة الخوانيج جريب أوصل. دورت فلتر مكتوب عليه الخوانيج ما طلع، طلع ورسان مكتوب عليه، بيكون ورسان فلتر ما بيه كذب إلا أنا ما دل شوعية. بعد ما شاء الله يقولون حتى جايينها مطر يتم رشه يقولونه، الحين يوم نقعد هالغبره اللي مسعي مخبركم عن ترها رشه مطر. تحيدون له شيء غنيه يغنيها بالخير، يعني المهب يهوني ويجي عقبه مطر ويطيح وين سكوني ويخضر رعش بالبر، يتلم هيبه هاي المساعي. وعقب هاي الغبره وهاك المهب القوي والغبرات يت ما شاء الله رشه مطر، يقول غسلت هاي الدنيا كلها الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرنا بوي قوم الخزرجي وأدينا الواجب
وحينه أبويه بالاتجاه دبي. قلنا لهم أبويه احتدينا نظهر أبوي عند الفالي باركينج. هادو ها الرجال مال الفالي باركينج. عيزنا أبوي نحن نحوص ما لقطنا باركينج. دخلنا محل ابوي كل شيء فيه بعنجواته ما ادري شو التصنيع، لكن شو اللي لفت انتباهي الحين برويكم اياه. عاده اللي لفت انتباهي الحين برويكم اياه. اللي لفت انتباهي طال عماركم هالدري الحين موجودات حوالي 16 دريه. شوفوا لون الدريه هاي فيه. يا سلام اوانها الرجاليات الحين واي يعري له القرحه اللي بيلبسن لا واللون بوصي بعد. يا سلام يا سلام على القسم الرجالي. وين ما تبونهم يلينون فقارة لازم بيلينون. انزين وسارين طال عمركم تعشى في مطعم هندي ما عارف شو اسمه. انيازي بخبركم تأكدوا انياز بقول المطعم في دبي مول، لكن انياز وعيبني هو المطعم هندي. انياز وعيبني بخبركم به وما ياز بصخ تراني. ما شاء الله ما شاء الله يا دبي. سوق البحار ما سوق النجار شو اسمه حليله. مطعمنا مال الاسبوع اللي خطف امر ببابهم بدون حاجه لعلي اراهم او ارى من يراهم. امر ببابهم بدون حاجه لعلي اراهم او ارى من يراهم. يا رك الله يا هالمطعم يا حافظ عليهم. يدون المطعم هاب المطعم الفندق اللي احترق هاك اليوم هذا ها جريب يذهب قمض برج كل شيء دبي فيها سر بين ريح. ما شاء الله عليهم عيني عليهم باردة. ها بين ريح بهلب المشاريع أبدا غمض برج في جيل يا رب ارحم. أنا أقول في خاطري يمكن المقاولين اللي في دبي يستعينون بعفاريت سليمان بن داود. قمض برج كن فيكون. والله هالمكان يا قبل ساعتين هذه التحراها نفتت عسل يفور من العرب والحين تحرى حد راش النفلي. ابوي الحين جريب نوصل ترى البيت وان شاء الله ابوي من اصبح افلح ونرمس ان شاء الله عقب الصلاه يعني بين الظهر والعصر ان الله راد. شفتوا بيت قوم الخزريجي اليوم يناهم حق العزة؟ يناهم العزة اليوم. انزين هاي السكون الاول في شارع حمدان في ابو ظبي. ترى السالفه هاي قديمه يعني ما من قريب يعني يمكن من في الثمانينات يعني. انزين عاد لي خطف يقول اسم لها يرمس عمره. المراد فريجهم بيتين 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 بيتين. كان الاول هذاك هو يعني فريج التيار يعني اتيار ما يكون. هم في النصيفة أول بيت من الشرق بيت حياة عبد الجليل الله يغفر له، وأول بيت من الغرب بيت حياة النجم بن محمد يعليه الجنة. زين وبيت قوم الخزرجي ثاني بيت من عقب بيت حياة قوم النجم، وعقب شعر ثلاث بيوت عقب ييكم بيت حياة عبد الجليل. وهاتش السنين ما كان يسمون بيتهم بيت الخزرجي، كان يسمونه بيت الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي. زين حوايدين عاد عرب يقولون شو من المشيخة هاي؟ لا هاي مشيخة علم، مشيخة علم متوارثة أبا عن جد عن أحفاد كلهم. وكان الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي هو القاضي في أبو ظبي يسمونه الأول الشرع. ما سمع الأول شيء وصف يقولونه لحكى الشرع الكل ياكل تبن يعني الكل يسكت ولا كلمة ولا حرف. نحن اللي اليوم حضرنا عزاه عبد العزيز ولد الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ حسن الخزرجي. أبو الشيخ محمد أبوه الشيخ محمد الشيخ أحمد يدك أنت يا عبد العزيز اللي توين كان قاضي دبي. شوفوا أنت وأبوه بعد كان قاضي دبي. يعني الشرع
مخلف عليهم 4 يدود وهم موجودين بين بوظبي ودبي، بين بوظبي ودبي. والأول هم اللي ليش يسمونهم الشرع؟ هم اللي يسوون البروة، البيوت اللي بيتبايع، اللي بيرهن، اللي تشريعات، الافتاءات، يعني كل ما شيء يخص الدين عندهم مخلف عليهم يد عن يد علم. شوفوا شيء، بيتين هناك، بيت حياة النجم وبيت حياة الشيخ محمد الخزرجي، يمتازن بشيء مش موجود. انزين البيتين هاي، البيت حياة النجم، بيت حياة الخزرجي، يمتازن فيه اللياوين، وفي نص اللياوين كل بيت فيهن فيه لوز، فيه لوزة، ولوزة عودة متعظمة، ولوزها كبار على هالمتن. شفتوا الحنبل الحافوز أول ما يطيح مال هند؟ كل لوزة، واللوز أبيض، والصلامة هالكبير، والباقي كلها الحمة بيضة، وطعمها لذيذ هاي اللوزة. ممتازن هاللوزتين بينهن يثمرن ضربة ويصرمن ضربة، تلقط الورق مرة من يصرمن حتى الورق كامل في الحويات. ونيهم نحن غزاه نغزي من مدينة زايد لين شارع حمدان، والسب الشو هاللوزتين اللي في هاك الفريج. واتذكر عاد حياة الخزرجي يقول بتقطعون يا عيالي قطعوا، ما شيء مشكلة، لكن قطعوا البالغ ولا الغض خلوه مكانه، من يبلغ غيركم بيس. يعني مستوين تحرنا كتيبة ما شاء الله، يا هالو ما واحد فينا لابس نعال، جليل اللي يلبس نعال هات السنين. أو شي يا طين، كنا يا أبوك مظهرين الشب من عيون هاليتنا. الحمد لله يا أبوك، الله ستر، كبرنا وقضينا. وكان يا أبوك كل التيار في هاك الفريج كلهم، كانت بيوتهم بعد كبير، والله ما بصغير بيوتهم، كبار عن بيوت العرب. وما شي بيت في سيارة وسيارتين، 3 و4 سيائر، 3 و4 سيائر. التيار يا أبوك بذرهم تيار مستوى الدنيا، ما بالبارح واليوم. أنا روحي يعني والله إني لحقت عليهم، ما حد بيت صغيروني، نحن بيوتنا شعبية، يعني نحن بيوتنا شعبية من دير زايد، شعبيات. هل تشوفون توحن البيوت كل بيت طوله طول وعرضه عرض، هاي بيوت كلها بوي أصل بيوت كانت شعبية، شعبيات كانت بيوت. ولا ما شاء الله عليهم فريج التيار، من يوم نحن يهال بيوتهم كبار وعندهم حفيزات، يبيعون كنديشنات ما يخ، ويبيعون ثلاجات، ويبيعون فريزرات، ما يخلون شيء ما يبيعونه، حتى الوعيان يبيعونهن. هل تشوفونهم التيار؟ هي لأن هاي تجارة، تجارة، ونحن فرجاننا ليه بيسوي تجارة وانا سوى تجارة، صار يبصح من الحسا وباعه، يتبايعون في السح بعضهم ما بعض، واللي ياخذ من هذا ما يدي البيزات، الحساب تحت اللومية، وين بتيهم الغناء؟ تموا ابوي لين بعد لومة بالشعبية، يا يت القصوص وقصوا البيوت وعطوهم بيزات وايد مع الملايين وأراضي كبار. اللي أطري يعني لو ما استوى القص وهذا كان ما تعدلت أوضاعهم، بنا وعدلوا هاي هالفرجانة. نحن أطري وين نحن سكون، وين الشعبية ولا التيار؟ ما شاء الله عليهم، من استوينا قبل ما يستوي قص وغير قص، بيوتهم كل واحد كبر البنقلة. يلا عاد بس عليك، ما يضرب هالساعة كم الحين بيدن الفير، وانا ياسة هدرب. يلا تصبحن على خير، بس عاد عليك حتى باكر ما شير امسح عاده. يلا.